التعليم في هذه المنطقة عانى من صعوبات كثيرة خلال الفترة الماضية نتيجة لعدم وجود محاضن تعليمية لهذه المنطقة بسبب بعدها الجغرافي عن مركز المحافظة المدينة، وبالتالي صعوبة وجود المتعلمين والمعلمين الذين يأتون إلى هذه المنطقة، منطقة الهجرين. ولذلك حرمت هذه المنطقة لفترات طويلة من التعليم بسبب هذه الظروف التي بسبب ظروفها المنطقة. فالواقع التعليمي للفتاة كان يعني يشكل عائقا عند بعض الأهالي وخاصة في المناطق الريفية، فقد كانوا ينظرون إلى الفتاة التي تواصل تعليمها نظرة يشوبها الاستحقار واللوم، فكانوا من الأقوال التي كانوا يرددونها عن الفتاة التي تواصل تعليمها: أنت ربة منزل وأم لأولاد وليس لك الحق في مواصلة التعليم، فأنت مهما واصلت التعليم فما ردك للمنزل والبيت والمطبخ وغيرها من الألفاظ. ومما فرض عليهم هذه النظرة الاستحقارية هو قلة الوعي بأهمية التعليم للفتاة ووجود الاختلاط وعدم يعني وجود مدارس خاصة للبنات وغياب المواصلات وبعد المناطق ووعورتها، كذلك ضعف المستوى الاقتصادي لدى الأسر. نتعلم من سن صغير، يعني سن 5 سنوات، قد 5 سنوات 3 شهور يعني ندخل المدرسة، 6 سنوات خلاص إلى صف رابعة خامسة خلاص، يعني هناك أفضل بنت يعني كم عندنا في سارسة فقط نزلت. أنا فتاة ريفية أعيش في قرية ريفية، وصلت تعليمي من الأول ابتدائي إلى الصف الرابع ابتدائي، ثم توقفت لمدة 2 سنين، وذلك بسبب أن هذه المدرسة كانت يوجد فيها اختلاط بنين وبنات، وأيضا السبب الأقوى هو أن الأهالي رافضين إنه الفكرة إنه البنت مكانها في البيت بس. أسباب خروجي من التعليم يعني من المدرسة، أولا يعني خلاص تعتبر البنت 14 خلاص جاهزة للزواج، وبعدين ما عندنا فكر المدرسة، ما عندنا هو العلم إيه بيوصلنا إحنا العلم إيه، يعني ما عندنا يعني ثقافة علمية ماشي، خلاص البنت 14 ما شاء الله سارسة وخلاص تخرجت كأنها ما شاء الله تخرجت من الجامعة. المشكلة التي تعاني منها منطقة الهجرين بوادي دوام بحضرموت هي عدم توفر الخدمات بشكل عام، وعدم توفر الخدمة التعليمية والخدمة الصحية بشكل خاص، وهذا مما دعا إلى إنشاء مدارس سالم بن محفوظ الأهلية. كانت مشكلة الأهالي عدم استكمال تعليم البنات، خاصة تعليم البنات، وكانت المشكلة بسبب عدم توفر كادر نسائي بالكامل وخوفهم من الاختلاط ما بين البنين وما بين البنات. وبفضل الله بعد إنشاء المدارس تم التغلب على هذه المشكلة، فاليوم الحمد لله بالمدارس كادر نسائي كامل من المعلمات أو الإداريات. كانت المشكلة أيضا توقيف البنات عن الدراسة خاصة لأسباب الزواج وغيرها. الحمد لله الآن البنات تكمل معنا التعليم إلى ما بعد الثالث الثانوي، وبفضل الله ثم بفضل القائمين على مؤسسة العون نظام المنح للطلاب والطالبات أصبح يغري ويشجع الطلاب والطالبات على استكمال الدراسة الجامعية. أما اليوم فقد أشرقت شمس الأمل وتغيرت نظرة المجتمع للتعليم، وهذا لم يكن من فراغ بل بجهود جبارة لأناس خيرين، ومن ضمن هذه ومن هذا الأناس الخيرين هي مدارس سالم بن محفوظ الأهلية، فهي الأمة التي احتضنت الفتاة للتعليم، فأصبح للفتاة دور ومكانة ويشار إليها بالمنال. والآن الحمد لله يعني شفنا المجتمع، شفنا الناس، يعني شفنا إنه ما حد يقدر يمشي بدون العلم طبعاً، منه تعتمد البنت على نفسها، يعني ما هو كل لازم الوقت تعتمد على غيرها.
بقيت البنات محرومة لفترة طويلة لعدم وجود مدرسة متكاملة أو مدرسة تحوي القسم خاص بالبنات، فكانت المدرسة مختلط بين البنين والبنات، ولذلك كان البنات يصلن إلى مستوى الصف السادس الصف السابع كأعلى تقدير. ومن ذلك جاء التفكير من أولاد المغفور له الشيخ سالم بن محفوظ وعلى رأسهم الشيخ عبد الله بن محفوظ والشيخ صالح في إنشاء مدرسة خاصة بقسم البنات، وبعون الله عز وجل تم افتتاح هذا القسم في عام 2004-2005، والتي كانت من أولى الخطوات في تشجيع لتعليم الفتاة في هذه المنطقة. وصلت مسيرتي التعليمية، دخلت الصف الخامس والحمد لله يعني أخذت الشهادة الثانوية والحمد لله تعالى أخذتها بامتياز. يعني ما رأينا في هذه الإمكانيات المدرسة، ما شفنا في إمكانياتها في تعليمها، في كيف البنات كانوا في مدارسنا يعني نسبها ضئيلة وأولها أنا، والآن ما شاء الله نسبة 100%، يعني الشيء ما شاء الله تبارك الله عجيب. لم يكن هدف المدارس يعني تخريج خريجات بالمستوى العلمي فقط، بل بالمستوى الأخلاقي والعملي، والفتيات التي تكن أهدافها خدمة المجتمع وتغيير نظرته إلى النظرة الإيجابية للتعليم والفتاة، لتعليم الفتاة والتعليم بشكل عام. والآن بفضل الله البنات بتكمل تعليمها في الجامعات، أكثر من 15 فتاة في الجامعات، خاصة المجال التربوي التعليمي لنغطي العجز الموجود في المنطقة بشكل عام. بفضل الله وجود بنية تحتية قوية، سواء ملاعب، مسبح تعليمي، معامل ومختبرات، وجود ورش فنية، كذلك وجود مكتبات مختلفة في القسم الأساسي بنين والثانوي بنين والقسم أو قسم البنات. أيضا مما يميز المدارس وجود لدينا الورش الفنية التي ندرب فيها الخريجين من المدارس وأبناء المنطقة على الأعمال المهنية اليدوية، مثل التمديدات الكهربائية، ومثل صيانة الحاسوب، ومثل صيانة الجوال. بفضل الله يعني دربنا عليها أكثر من 3 سنوات متتالية. أيضا ما يميز المدارس الاهتمام بالتدريب، سواء كان تدريب المعلمين أو تدريب الكادر الإداري، وأيضا نقوم بالمساهمة في تدريب المعلمين بالمدارس المحيطة بمدارس سالم بن محفوظ. ما يميز المدارس أيضا وجود لدينا التكنولوجيا بشكل كبير بفضل الله، وجود السبورة التفاعلية في أماكن مختلفة في المدرسة، يقوم الطالب بنفسه باستخدام السبورة بشكل تفاعلي. أحيانا ممكن الطالب يعني تغنيه السبورة التفاعلية عن التواجد في المختبر، مختبر الكيمياء أو مختبر الفيزياء، وهذا لا يمنع أيضا من تفعيل هذه المختبرات.
المدرسة لم تهتم ببنيتها فقط وتطويرها، بل المدرسة سعت إلى تطوير المنظومة التعليمية في المنطقة بشكل عام، فقد تم إعداد برامج تأهيلية للمدرسي المدارس المجاورة حتى يواكبوا مدارس سالم بن محفوظ الأهلية، وأيضا تم إعداد تم عمل معامل سواء في قسم الحاسب الآلي لجميع المدارس المحيطة بمنطقة بمدرسة بن محفوظ أو جميع مناطق المحور محور الهجرين، حتى يكون هناك نهضة تعليمية ليس في المدرسة فحسب، وإنما النهضة تواكب المدارس المجاورة أيضا بمدارس بن محفوظ. يوجد لدينا برامج إضافية مثل برنامج الخوارزمي الصغير الذي يعتمد على الرياضة العقلية، الطالب يستطيع أن يقوم بعمليات حسابية مختلفة سواء الجمع، الضرب، الطرح، القسمة، يقوم بها بدون استخدام ورقة وقلم، يقوم بها بدون استخدام آلة حاسبة. الفكرة تقوم على أن الطالب يستخدم العداد الصيني أو الإيباكس، يستخدمه في البداية بشكل يدوي، ثم بعد ذلك يتخيل هذا العداد في ذهني ويشتغل عليه بشكل ذهني ويقوم بحل مسائل بشكل سريع وصحيح بفضل الله. أيضا تم إنشاء قسم آخر وقسم محو الأمية الذي بدأ يتخرج منه قسم من الأمهات خلال 4 سنوات، هذه السنة هي السنة الرابعة للمحو الأمية التي كل سنة تخرج منها مجموعة حتى تساهم المدرسة في محو الأمية، ليس في الموجودين من أبنائها فحسب بل حتى في جانب الآباء وجانب الأمهات. أيضا هناك قسم بتحفيظ القرآن الكريم في المدرسة بخدمة المجتمع سواء للطلاب وللطالبات وللأمهات، هو مفتوح للجميع أيضا حتى تكون المدرسة مساهمة بشكل أكبر في نهضة المجتمع في من حولها ونهضة الهجرين، وهذا الذي نسعى إليه وتسعى إليه المدرسة. يقتصر الدعم للفتاة في المرحلة الأساسية والثانوية، بل تعدد وتجاوز إلى المرحلة الجامعية، وكذلك فهي هذه المدرسة أنا ممن من الله علي بالدراسة فيها في المراحل التعليم الأساسي والثانوي، وكنت أطمح لمواصلة التعليم الجامعي، ولكن لقلة وعي الأهالي ونظرة المجتمع لم يكن يعني من نصيبي أن ألتحق بالجامعة، ولكن لم أجلس في البيت وإنما احتضنتني المدرسة لأن أكون مدرسة فيها، وفتحت لي المجال لتطبيق ما تعلمته فيها وخدمة المجتمع. الظروف طبعا اللي مكنتني ان انا اكمل، اولا فارق السن، لأي ما في اي مدرسه بتقبل يعني سني 24 سنه ويعني وتحتي بنت وولد، يعني ما في اي مدرسه بتقبلنا مع البنات يعني، وجربوا كثيرين ونجحوا، ولكن الحمد لله يعني مدرسه سالم بن محفوظ استقبلتني برحابه صدر وكاني لساتني صراحه 10 سنين والله الحمد. أه
وبعد ذلك يعني هذه المدرسة لم تكتفي بتوقف لدعمنا، بل فتحت معهد لتعليم اللغة الإنجليزية لمدة 6 أشهر تقريبا، والحمد لله تعلمنا واستفدنا. وبعد هذا المعهد كان طموح كل طالبة في هذا المعهد إنها تواصل مسيرتها الجامعية، وأنا من ضمن هذه الطالبات التي يعني حابات إنها نواصل مسيرتها الجامعية. لا يقتصر دور المدارس على التعليم فقط، ولكن نهتم بالتدريب وتنمية الشباب. لدينا مشروع مهنة شباب، هذا أو برنامج مهنة شباب. هذا البرنامج طبق 3 مرات بالتعاون مع المعهد الفني بسيئون وبتمويل من مؤسسة العون للتنمية. بفضل الله يعني دربنا في كل مرة 36 شاب في المجالات مختلفة، منها التمديدات الكهربائية، ومنها صيانة الحاسوب، ومنها صيانة الجوالات. ومن الشباب الآن الحمد لله من يمتلك هذه المهنة في يده، فبعضهم يعمل في التمديدات الكهربائية وتكون يعني مصدر دخل له ولأسرته. وهذا هو الهدف من المشروع أو من البرنامج، أن يمتهن الطلاب أو الخريجين من المدارس أو أبناء المنطقة، يمتهن مهنة يعني تكفيه الفقر وتكفيه الحاجة وسؤال الناس. كما أيضا لا يقتصر دور المدرسة على التعليم، ولكن لدينا أنشطة مختلفة. هذه الأنشطة تكون بناء على رغبة الطالب أو الطالبة. يعني لدينا مثلا في طلاب لقسم الإعلام، في طلاب في المسرح والإذاعة المدرسية، في طلاب للإنشاد والقرآن. فالموضوع يعني يبدأ من رغبة الطالب ثم ينتهي بنا إلى أن نقسمهم إلى مجموعات. هذه المجموعات توزع على المعلمين المشرفين عليهم، ويستمر النشاط بفضل الله طوال العام الدراسي. هذا العام الحمد لله تبنينا مشروع مجتمع القيم النبوية. هذا المشروع يهدف إلى تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من المعرفة إلى التطبيق، ومن النظرية إلى الواقع العملي. وهذا المشروع علاقة يعني استحسان من المجتمع بشكل كبير، لأن المشروع لا يطبق داخل المدارس فقط، لكنه يطبق في البيت مع أسرة الطالب لدينا، يطبق في المسجد، يطبق في الأسواق. المشروع يهدف إلى تطبيق وتعميم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. له أكثر من يعني له أكثر من 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 برنامج. بدأنا بالبرنامج الأول لأني أحبك يا رسول الله، وذلك لأن الجميع اتفق على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والهدف منه جمع الناس على حب النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المدرسة خلال 12 سنة التي تم منذ افتتاحها غيرت في المجتمع بشكل كبير، وأيضا غيرت بالذات بدرجة كبيرة في تعليم الفتاة. الفتاة كان ينظر لها أنها مجرد يعني أن تتعلم أن تقرأ وتكتب فقط، ولكن الآن أصبح المجتمع هو من يطمح. وجدنا هذه السنة كثير من الآباء من يأتي بنفسه يريد بنته أن تذهب إلى الجامعة. في الماضي كنا نحن من يطلب منه، كنا من نتودد إليه أنه يواصل، أن بنته تواصل الثانوية على الأقل، بنته تواصل الجامعة. الآن هو يطلب ويأتي ويطلب من المدرسة أن ترعى وتكفل ابنه وتتابعه أيضا في دراسة الجامعة. منهم من أيضا يطالب بنته بأن تواصل الدراسة في مجالات أخرى. هذه السنة أيضا مجموعة حوالي 10 طالبات الآن يدرسن في قسم التمريض، وهذا جاء بدافع كبير من الأهالي قبل أن يكون من المدرسة، دليل على أن المجتمع بدأ ينتقل إلى مرحلة متقدمة من الوعي بأهمية التعليم ودوره في نهضة المجتمع. أقدم شكري لمدارس سان بن محفوظ ولإدارتها الرشيدة، وعلى رأسهم مؤسسة العون الداعمة لهذه المدرسة،
نشكر جميع القائمين صراحة على هذه المؤسسة وعلى هذه المدرسة الطيبة الذي ذاع صيتها في جميع أرجاء اليمن. الشكر موصول لمدارس سالم بن محفوظ وكل القائمين عليها من مؤسسة العون والشيخ عبد الله بن محفوظ رعاه الله وكل الإداريين والمعلمين وكل من علمني حرفا في ثناياها، فشكرا شكرا. الشكر موصول لمدارس سالم بن محفوظ الأهلية وأيضا مؤسسة العون، قامت بجمع أولياء أمورنا وتوعيتهم بأهمية مواصلة الفتاة لمسيرتها الجامعية، ولله الحمد توعوا أولياء أمورنا ووصلنا الجامعة، ولله الحمد أنا الآن طالبة جامعية في مستوى ثالث. خلال هذه السنوات حققت طفرة كبيرة جدا في التعليم في هذه المنطقة، سواء في قسم البنين أو قسم البنات، وهناك خريجين من المدرسة، خريجين هنا قائمة بالخريجين الذين سيكون لهم إن شاء الله شأن كبير في هذا المجتمع. شخصيا يعني من خلال تجارب الشخصية يعني رأيت في المدارس في هذا الوادي وفي هذه المنطقة ما هو غير موجود في المدن أو المختلفة، يعني سواء من خلال تجربتي الشخصية داخل اليمن أو خارج اليمن، يعني وجدت فيها أشياء يعني بفضل الله غير موجودة في مدارس في العواصم أو المدن الكبيرة.